من البرلمان العراقي نرحب بمراسلنا هناك محمد فراس. محمد مرحبا بك، ضعنا في صورة المشهد لديك في مجلس النواب. نعم، المشهد ما يزال ينتبه ضبابية، إلى الآن لم تكن هنالك رؤى واضحة بخصوص مرشح معين أو مرشح واحد لاختياره داخل جلسة اليوم. إلى الآن الجلسة لم تعقد رغم أن مجلس النواب قد قرع إجراسه منذ تقريبا 10 دقائق من الآن أو 5 دقائق من الآن قبل موعد أو قبل الموعد الرسمي لانعقاد الجلسة، بل أن هنالك أيضا ترجيحات لتأجيل الجلسة إما لساعات أو ليوم آخر بغية التوصل إلى اتفاق معين، فسح المجال للقوى السياسية للتوصل إلى اتفاق محدد على شخصية واحدة ولا تكون هنالك يعني تضاربات حول الاتفاقات السياسية بما يخص اختيار مرشح محدد. كما يعلم أو كما تعلمون أن المرشحين هم من تقدم ومن عزم وسيادة، وأيضا الإطار التنسيقي باتجاه دعم مرشح محدد. الإطار التنسيقي تحدث بملء الفم بأنه داعم للسيد محمود المشهداني كون صاحب تجربة سياسية كما تحدث الإطار التنسيقي، بينما تقدم يقدم شعلان الكريم كمرشح عن تقدم والذي يعني يحظى بتأييد تقدم، وكذلك هنالك سالم العيساوي، ولربما يكون الاتجاه صوب اختيار المرشح بعد الاتفاق السياسي كما هو في النظام الداخلي. الاتفاق السياسي مهم للمضي باختيار رئيس جديد لمجلس النواب، لأن الجلسة تحتاج إلى ثلثي أو تحتاج إلى أغلبية مطلقة. وهنا السؤال محمد، هل وصلت أو هل وصل عدد كبير من النواب؟ هل هناك كتل وصلت أم أن الأمر حتى هذه اللحظة لم يوضح بالنسبة لك؟ نعم، الحضور جيد لكن لا يمكن الوصول إلى عدد رسمي إلا بعد الدخول أو بعد الإعلان عن أو بعد انتهاء عمر جرس المجلس الذي يذن للنواب الدخول، كما هو الحال. قبل قليل انتهت فترة أو صلاحية قرع الجرس، ومن المؤمل أن تتضح الصورة بعد دقائق من الآن. النواب حينما يتوجهون إلى قاعة الجلسة الكبرى تتضح ملامح الجلسة إن كانت ستعقد أم تؤجل. العدد كما تحدث النواب وكما رأيت أنا بأم عيني يعني عدد جيد لعقد جلسة، لكن الجلسة هي مخصصة لاختيار الرئيس، واختيار الرئيس كما في النظام الداخلي يعتمد على اتفاق سياسي ويعتمد على توجه سياسي ويعتمد على ترشيح أسماء والتصويت على هذه الأسماء. بالتالي إن لم تكن هنالك اتفاقات سياسية على مرشح معين لربما ستتأخر الجلسة، وهو المرجح، وبالتالي تأكيد نيابي على أنها ستعقد، لكن متى ستعقد هذا هو السؤال الذي يطرح اليوم. إذن محمد، ما رشح من معلومات يؤكد على ربما تأجيل هذه الجلسة إلى ساعات وربما إلى يوم غد الأحد بسبب استمرار هذه الخلافات، لكن بحسب متابعتك محمد، هل جرت اجتماعات بين الكتل قبل الساعة 3؟ نعم، يعني هنالك اجتماعات داخل الكتل السياسية على نعم، يبدو أن هناك خلل من المصدر. شكرا لك محمد فراس مراسلنا من البرلمان.